السلام عليكم ومرحبا بكم. كما العادة معكم بياضي أنس من قناة جولد فينش لوفرز أو محبي طائر الحسون. اليوم أنا قمت بجولة لأحد الأسواق ديال الطيور، بغيت نصور السوق من واحد الزاوية مرتفعة، ولكن للأسف ما تمكنتش لأن السوق كان عامر بالصيادة ديال المقنين والناس اللي كيبيعوه، وطبيعة الحال حتى شي واحد ما غادي يبغيك تصوره باش ما تسببلوش يعني مشاكل قانونية وهذا. لذلك فأنا صورت غير الأقفاص والطابيرات، وصورت غير المقنين، صورت غير طائر الحسون. بالنسبه للطيور الاخرى انا ما صورتهاش. وخلال هذيك الجوله ديالي قررت انني نشري 4 ديال المقانن ونقوم باطلاقهم. هذه الفكره هذه يعني ماشي ديالي، راه قديمه ديجا. الناس كاين اللي كيجي للسوق كيشري 10 ديال الطيور، كاين اللي كيشري 5، كاين اللي كيشري طير واحد وكيطلقوا. المهم كل واحد على قدر الاستطاعه ديالو، وهذه بادرة طيبة يعني يقدر يديرها الإنسان، وتبارك الله عليكم وفرجة ممتعة. Sí.